كنا نحس اني ناقصنا حاجة. يا سلام لو الواحدة تصحى من النوم تلاقي عندها شقة فيها العفش ده. ممكن يا دوبك كده مرتبك على مرتبها لمدة 4-5 سنين. حضرتك ناسي العلاوات ولا ايه؟ علاوات حقيقي 150 قرش كل سنة. الحقوني الحقوني. بص ايه نفسك تصحي الصبح تلاقي عندك عربية زي دي كمان؟ يا اخي وفيها ايه؟ صورني جنب العربية دي والنبي يا مصطفى. ممكن نتصور جنب العروسة دي؟ قوي قوي. درش خد لنا الصورة دي. يلا يا مصطفى. قولي القلاطة باينة عندك؟ اديني اكتر. العربية حلوة؟ جنان هي بتتفتح ازاي دي؟ ضروري من هنا؟ بكام العربية دي؟ 30,000 جنيه. لا بسيطة. متشكرين قوي، ربنا يخليها لك. اما حته الدين قاعده يا ولاد قاعده تمنها 30,000 جنيه. 30,000 جنيه بس؟ يعني مرتبنا احنا الثلاثه على بعض كده لمده 50 سنه. 50 سنه؟ يعني عمري ساعتها هيبقى 72 سنه. بسيطه. روح قول له والنبي يا سامي ما يبيعهاش عشان احنا عايزينها. حاضر يا ستي، بس بطلوا كلام بقى وبصوا الناحيه دي عشان الصور. يلا عارفة يا تهاني، انت كل حاجة فيكي ممتازة الا حكاية شعبطك في الناس اللي فوق. اوعي تفتكر ان الصورة اللي صورتها لك ظاهرة فيها العربية. انا ما صورتش غير وشك. يا سلام على التعبير اللي كان في عينيك لمجرد احساسك انك واقفة جنب العربية. بحلم يا سي مصطفى بحلم. يا خوفي للحلم ده في يوم يبقى كابوس. لا اضحك اضحك بقى. اسمع بقى يا درش، الحياه بالطريقه بتاعتك دي هي اللي تبقى كابوس. ناس عشان تعيش لازم يكون عندها امل في شيء، وظيفه، عربيه، شقه، واحده حلوه. في فرق بين امل وبين انك تنام وتحلم بحاجات مستحيله. هي الناس دي كلها اللي راكبين عربيات اشكال والوان وساكنين في شقق زي القصور. عايزه تركبي عربيه 10 متر وتسكني في شقه من دول، يبقى تدوري لك على وظيفة في الحكومة تاخدي منها رشوة ولا عمولة، أو تشوفي لك مخزن قطاع عام تحرقيه قبل الجرد، أو تتاجري في المخدرات. يا سلام. أو تفتحي لك محل تهريب. عايز تقول إن الشرفة خلاص ماتوا؟ هما في الحقيقة ما ماتوش، لكن بقوا زي العملة الصعبة. يا تهاني لازم تعرفي إن إحنا في بلد ما بيتمتعش فيه غير اللصوص، وعشان كده الشريف مش ممكن يحقق حاجة ليها قيمة، أو حتى يقدر يجيب لحمة لأولاده والكيلو ب 120 قرش. اللي يسمع كلامك ده لازم يجيب رشاش ويضرب الناس دي كلها بالرصاص. ما انت عايزه تقولي ان الراجل اللي بيدفع خليه ورجل 10,000 جنيه ممكن ده يكون راجل شريف، او جاب الفلوس دي تبع نظريه من عارف والمقدر والمكتوب وعرق الجبين. يعني الحل ان احنا نموت بقى، حتى الحلم بلاش منه. لا ما نموتش ولا حاجه، بس نحلم بالممكن، نحلم احلام بسيطه. الجمال مش ضروري يكون غالي، ممكن تلاقيه في حاجات بسيطه ورخيصه. هسيبكوا هنا عشان عندي مشوار قريب. ايه البواخه دي؟ معلش
سلام عليكم، اشوفكم بكره. مصطفى ده انسان غريب جدا، ساعات بتمنى اكون زيه وساعات بحمد ربنا اني مش زيه. اوعي تاني تكوني زعلانه منه حقيقي. وهزعل منه ليه؟ يهمني في ايه؟ لا تبقي زعلانه، واسمحي لي بقى اقول لك انك غلطان، لان مصطفى مش ممكن حد يزعل منه. حقيقي ساعات بيبقى عنيف، يتهيألك انه عايز يحرق الناس دي كلها، لكن اللي في اعماقه حاجه تانيه، مجنون بحب الناس. حقيقي ساعات بيبقى عنيف، لكن في اعماقه حاجه تانيه، مجنون بحب الناس. يا واد يجي لك فتاء. الا قولي لي يا تهاني، هو سيسامي بتاعك ده قلبه بارد كده ليه؟ اللي ما تنحرر ودفع عربون للنجار ولا اجره شقه؟ انت عارفه يا ماما خلوي الرجل في الشقق وصل لكام؟ على الاقل 1000 جنيه. ومال هو مش زي كل العرسان؟ ما تبص للرجاله اللي حواليك وشوف ازاي مقعدين ستاتهم في قصور ومخليين الذهب في دراعتهم من هنا لهنا. انت عارفه الناس دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا قطه؟ اظن بقى هتقولي لي كلهم حراميه وانت بقى اللي بنت بارم ديله. وبعدين بقى في قله الادب دي يا ماما، الدنيا مليانه بلاوي وانت قاعده في البيت مش دريانه. الناس اللي بتقولي عليهم دول يا اما ورثين يا اما بيسرقوا. واحده بجمالك تتجوز ست سيدو؟ حطها حلقه في ودنك يا بنتي، الفقير ريحته وحشه ومهما نظف نفسه لا يتهادى ولا تتأملوا في الشارع شهادة. أما ولي أهلها ما ربهاش حقيقي، وحتى في يوم الأجازة الواحد ما يسلمش من زفارة لسانك. قبض على مصطفى. قلت له 100 مرة يخليه في نفسه انه مش هيصلح الكون، مفيش فايدة. مفيش فايدة فيه هو؟ هو اللي غلطان. ليه يحط نفسه في موضع الشبهات؟ أنت بتدافع عن إيه بس يا سامي؟ أنا ما بدافعش عن حاجة، لكن أكيد في مليون طريقة الواحد يقدر يخدم بيها بلده غير إنه يتسجن. تفتكر هو اللي قال لهم أنا عايز أتسجن؟ بس هو عارف كويس قوي إن آخر الطريق اللي ماشي فيه هيكون كده. دي تاني مرة يتسجن. أنسة تهاني، الجواب من فضلك. حاضر يا فندم. مفيش يومين وحصلت كارثة المساكن. ايوه حاضر يا فندم، سياده المحافظ على التليفون. مع سيادتك يا فندم. انا مع سيادتك، دي مش مجرد كارثه انما دي جريمه، وعلشان كده انا كونت لجنه لتحديد المسؤوليه، وخلال ايام هيكون عند سيادتك صوره من التحقيق. حاضر يا فندم، مع السلامه. مين مهندس التنفيذ اللي كان من طرف الشركه عندكم؟ مهندس سامي عبد الرؤوف. اطلبي من اداره التنفيذ تطلع لي تقارير سامي عبد الرؤوف عن العمليه. حاضر يا فندم. موسيقى
كذلك وهو كذلك. جاهز على التنفيذ يا فندم. حاضر 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 وهو كذلك. مع السلامة. ايه الحكاية يا سامي؟ تصوري متهمني بان انا اللي وراء المباني وان انا اللي سرقت الحديد والاسمنت. انت مش محتفظ بالتقارير؟ طبعا، بس في تقارير مزورين امضائي عليها. يا حسام بيه، الحكاية دي مش معقولة. حضرتك عارف سامي كويس. للأسف تقارير اللجنة الهندسية أثبتت مسؤوليته. طب إزاي بس يا فندم؟ أنا مستلم العملية في 13/5، يعني بعد ما اترمى الأساس بست. على كل، رشدي بيه حول القضية كلها للنيابة العامة، وفي النيابة تقدر تدافع عن نفسك وتثبت عدم مسؤوليتك. القضية تروح النيابة، تروح أمن الدولة، مش ده اللي أنا بتكلم فيه. أنا بتكلم على الاتهام الموجه لي أنا. أنت راجل مثقف وعارف كويس إن التحويل للنيابة مش معناه الإدانة. النيابة جهة للتحقيق ليس إلا. بس سعادتك عارف إن سامي مش ممكن يعمل كده. إذا كانت المساكن وقعت نتيجة سرقات في اسمنت الأساسات وفي حديد التسليح، وأنا استلمت المشروع بعد ما الأساسات اترمت والهيكل الخرساني خلص والحيطان اتقامت واتغطت بالمحارة، يعني يا فندم ما كانش ناقص على المشروع غير تركيب الأبواب والشبابيك. بس انت ماضي على تقرير بتقول فيه انك قلت لسيادتك ده مش امضائي، ده امضاء مزور. وتقارير المهندس اللي قبلك، المهندس اللي زي ما بتقول مسؤول عن الاساسات والخرسانات، ماضيت عليها ليه اذا كانت المعلومات اللي فيها مش سليمه؟ ها؟ ما كنتش اعرف انها غير سليمه، لاني زي ما قلت لسعادتك انا استلمت العمليه وهي خالصه. كنت اعرف منين؟ ما دام ما كنتش تعرف يبقى ما كانش لازم تمضي. سيادتك عارف ان ده اجراء روتيني بيعمله كل المهندسين، ثم انا ماضي على استلام التقرير مش على صحتك. على كل حال تقدر تقول الكلام ده لما نفتح التحقيق معاك رسمي. وانت رايك ايه؟ خطيبك سامي كان ورا كارثه المساكن ده؟ طبعا لا، لكن قدروا يلبسوا القضيه. مين دول؟ مين دول اللي قدروا يلبسوا القضية؟ معرفش، كل اللي عرفه انه دخل السجن وهو مش مسؤول عن اي حاجة من اللي حصلت. ومصطفى عمل ايه لما ده حصل؟ مصطفى كان في المعتقل. خرج امتى من المعتقل؟ فاكرة؟ بعد حادثة المساكن بست اشهر تقريبا. وهو كان رأيه ايه؟ قبل ما يروح لسامي ويعرف منه الحقيقة جالي قابلني على باب الشركة. ما كانش طبيعي، زي ما يكونوا في المعتقل عملوا في حاجة ما كانش مصطفى اللي عرفه، كان إنسان تاني. عشان كده كان رأيي فيك انك بتبص لفوق. لكن لا، انت مش بس بتبص لفوق، انت ممكن تعملي اي حاجة عشان توصلي. مصطفى انا عارفة انك بتكرهني. انت ما تهمنيش في حاجة عشان اكرهك او احبك. انا اللي يهمني سامي صاحبي، اللي فضلت وراه بمطالب بكلامك عن الشقة اللي بتحلمي بيها والمدارس الاجنبية اللي لازم ولادكوا يدخلوها. انت اكيد مش طبيعي. عايزني اتكلم مع خطيبي عن ايه؟ مش سامي اللي لازم يتحط في السجن. قصدك ايه؟ انت ناسي انه خطيبي؟ ليه مش عايزني اتكلم معاه زي اي بنت ما بتتكلم مع خطيبها؟ انت مش زي اي بنت. ليه مش زي اي بنت؟ انت فاكرني ايه؟ يلا بينا مصطفى، من حق ان اتكلم مع خطيبي عن كل حاجه بحلم بيها وبتحلم بيها كل بنت. من حقنا نحلم بالشقه اللي هنتجوز فيها وقط النوم ولون الستاير. من حقنا نفكر ازاي ندخل ولادنا احسن مدارس وازاي نخليهم احسن ولاد. ده حقنا، حق كل الناس. ايه
ماما. ماما. ايوه يا تهان. انا رايحه للمحامي. واخرتها معاك يا تهان. والنبي ما انا عارفه يا ماما. انا بقى عارفه وكاتمه في قلبي لو تسمعي كلام امك. عايزاني اسيبه مرمي في السجن يعني؟ محدش قال كده يا حبيبتي. بس هو كمان له اهل ملزومين بيه، هم اللي يقوموا له محامي مش انتي. اهله غلابه ما حلتهمش حاجه، وانتي عارفه. وانتي اللي اهلك ما شاء الله فلوسهم متلتله. انا ما طلبتش منكم حاجه. يا حبيبتي يا روح قلبي. ده انت لو طلبت عينينا نديهم لك. بس محدش قال القرشين اللي انت محوشاهم تضيعيهم. فوق نفسك واعملي حساب بكره. يا ريت بكره ده ما يجي. ايه ظروف جوازك من رشدي عبد الباقي رئيس مجلس الإدارة؟ أنا اتجوزت رشدي بعد وفاة سامي في السجن. سامي مات في السجن؟ أيوه. وبعد وفاته بسنتين رشدي عرض عليا الجواز. اترددت في الأول. بعدين وافقت. ما كانش ممكن أعيش طول عمري من غير جواز. ومصطفى؟ فضلت ليه تتصلي بيه وتبعتي له جوابات خصوصا بعد وفاة خطيبك؟ واكتر من كده في جواب بعته له واضح من تاريخه انه انكتب بعد جوازك من رشدي. انا كنت ببعت له جوابات بصفته صديق ليا ولسامي. وبعدين لما لقيته مصر انه ما يردش عليا ما بقتش ابعت له. متى عاد الاتصال بينك وبين مصطفى حسين؟ أنا أعرف إني قابلتيه بعد كده. بعد ما اتجوزت رشدي بسنة تقريبا فوجئت مصطفى بيتصل بيا وبيقول لي إنه عايز يقابلني ضروري. اركب يا مصطفى. اركب يا مصطفى احنا في الشارع. جيت من الواحات امتى يا مصطفى؟ من 3 شهور. الحمد لله على السلامة. هاتي احلامك تاني. بلاش نتكلم في الحكاية دي يا مصطفى. بعت لك جوابات كتير ما ردتش. حبيت اخد رايك لما رشدي عرض عليا الجواز برضه ما ردتش. تفتكر كنت اعمل ايه؟ سامي مات وانت سافرت واتجوزت وانا بقيت لوحدي. لاني بنت كان لازم اتجوز. تقصد تبيع نفسك؟ مفيش فايده فيك. عمرك ما هتفهمني. بالعكس أنا أكتر واحد فاهمك وأنت أكتر واحدة فاهماني. عشان كده كلامي بيعذبك لأنك عارفة إنه حقيقي. دايما أنا ما أنت كمان هربت اتجوزت سبت صاحبك مرمي في السجن وسافرت الواحات. وحتى لما مات ما فكرتش إنك تيجي أو تتصل بيا. كنت مقرر أعيش هناك على طول. هربت من مصر ومن أهلها. يعني هربت؟ اعتبرني يا اخي انا كمان هربت. انت هربت ورحت الواحات وانا هربت واتجوزت راجل في سن ابويا. تقصدي غني؟ كان يبسطك اكتر لو كنت اتجوزت واحد فقير مش لاقي ياكل. لما يتقدم لي 2 ما يربطنيش بيهم اي عواطف. واحد فقير والتاني غني، لو ما تروحي تقبل مين؟ ارفض الاتنين ما دام ما بحبش حد فيهم. ايه اللي يجبرني حتى لو فضلت؟ امال ليه اتجوزت واحده حتى من غير ما تكون شفتها؟ اوعى تفتكر اني مش عارف انك بعت لاهلك يدوروا لك على واحده ترضى تعيش معاك في الواحات. حبيتها امتى دي عشان تتجوزها؟ انا اتجوزت هروب انتحار. لكن انتي
وانا اتجوزت رشدي بالذات عشان قدم لي بيت بدون مقابل. ايوه بدون مقابل، راجل كبير مش هيطلب مني عواطف ما بقتش قادره اديها لحد. بطلي تمثيله تاني. كملي. ده كل اللي حصل، ودي اخر مره شفته فيها. كان بيتصل بيكي عشان يقولك الكلمتين دول بس، ما قالكيش حاجه تانيه؟ لا. انت بتحبي مصطفى حسين؟ تقصد ايه؟ ازاي احب واحد وانا متجوزه؟ وهو انت ناسي اني كنت خطيبه صاحبه؟ امال ايه طبيعه العلاقه اللي بينك وبينه؟ صدقني ان كل واحد منا له شيء او شخص بيخاف منه وبيحس بوجوده دايما، ودايما عايز يظهر قدامه نضيف، عمره ما بيغلط. مصطفى كان بالنسبه لي الشيء ده، المخلوق ده. الو. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر. حاضر يا فندم. في المحضر بناء على استدعاء السيد رئيس النيابة. هسيبك ربع ساعة تفكري وتقولي لي مصطفى حسين الراجل اللي قتل جوزك ليه طلب مقابلتك؟ ممكن لو سمحت بيت ميا. حاضر. بطلي تمثيلة هاني. مصطفى، أنا طلبت مقابلتك عشان أقول لك كلمتين. أنا في يوم من الأيام حبيتك يا هاني، لكن كنت بقتل الحب ده عشان صاحبي وأخويا سامي. كنت فاهم إني بضحي عشانه، على الأقل كنت أنقذته منك. ليه يا مصطفى؟ ليه تقول كده؟ لانك ما كنتيش هتقدري تعملي فيا اللي عملتيه في سامي. انا ما عملتش حاجه في سامي يا مصطفى، وانت عارف. انت قتلتيه. حرام عليك يا مصطفى، ليه دايما بيتهيالك حاجات غريبه؟ لا انا ما بيتهياليش حاجه، كل كلمه قلتها وهقولها لك هي الحقيقه. عارف انا كنت مع مين قبل ما اكلمك بالتليفون؟ مع مين؟ مع رزق، زميل سامي في الزنزانه، الراجل اللي مات سامي ما بين ايديه. قال لي ان سامي ما ماتش بالسكت زي ما نشره، سامي مات مقتول، واللي قتله جوزك رشدي عبد الباقي. مصطفى، هتستفيد ايه انك تحطم حياتي؟ ده اللي قاله رزق. طبعا ما قالش بقيه الحكايه لانه ما يعرفهاش، لكن انا اقدر استنتجها. بقيه الحكايه ان ده تم بالاتفاق معاكي، رشدي يتخلص من مسؤوليه وقوع المساكن، وانت تتجوزي الراجل اللي يحقق لك احلامك. لا، انت اكيد اتجننت. انت فاكرني ايه عشان اقدر استحمل كل ده؟ انا هعرف ازاي انتقم منه ومنك. مصطفى. مصطفى.